اهلا بحضراتكم من جديد. فقره دايما يعني اتعودنا عليها ومعتادين ان احنا نعملها في برنامج الاشبال، دايما نكون نشوف المدارس الاخرى في اوروبا ونتعلم منها ونشوف اخر الطرق اللي توصلت ليها المدارس الاوروبيه. ومن اهم المدارس دي المدارس البرازيليه، ما شاء الله بنشوف البرازيل عندهم منجم ذهب من المواهب بتصدر لكل الدوريات في العالم، وطبعا اكثرها الدوري الاوروبي، وبنشوف المواهب العظيمه اللي بتخرج في كره القدم دايما بتكون من البرازيل. عبر سكايب بنروح لمستر كريستيان سيراكيو، مدرب سابق باكاديميه سانتوس البرازيلي. برحب بيك مستر كريستيان. مساء الخير. مساء الخير على الجميع. انا سعيد بتواجدي على قناه النادي الاهلي، احد اعظم الانديه في قاره افريقيا والوطن العربي، لان الاهلي فريق له صاع وله سمعه كبيره في البرازيل. كيف لا، الاهلي تقابل 3 مرات مع اعظم الانديه في البرازيل، بالميراس وكورينثيانز وساو باولو، وانا سعيد لتواجدي في نوع من هذا البرامج الذي يهتم ويتحدث عن الاشبال والناشئين، لان الاشبال والناشئين اذا ما قمنا بالاهتمام بهم سيكونون هم المستقبل الكبير لاي دوله تقوم على كره القدم. هذا يشعرني بالسعاده ان الاهلي تقابل مع العديد ايضا من كما ذكرت مع ساو باولو وكورينثيانز، ولهذا انا سعيد بتواجدي على هذا البرنامج. وانت منورنا في قناه الاهلي مستر كريستيان، وما شاء الله حضرتك يعني خبرات كبيره في قطاعات الناشئين. شايف ازاي المدرسة البرازيلية وهي بتصدر مواهب لكل دول العالم، شايف الانجاز الكبير ده ازاي؟ في البرازيل نحن نهتم كثيرا بالمواهب الشابة وقطاع الناشئين والاشبال، لأن اللاعبون والأشبال والناشئين هم مستقبل أي دولة ومستقبل كرة القدم في العديد من القطاعات المختلفة. هذا جعل العديد من البرازيليين العاديين وكل المواطنين في البرازيل يهتمون، والكل يريد أن يصبح لاعب كرة قدم لأنه يتقاضى أجر كبير وتستفيد منه الدولة ماديا، وسوف يكون نجم كالنجوم الذين يتواجدون حاليا. ولهذا نهتم كثيرا بالمواهب، وتأخذ الأكاديميات القدر الأكبر من اهتمام الأندية، ونحن رقم 1 في العالم وأقوى 10 أكاديميات على مستوى العالم. أتحدث عن كورينثيانز وأتحدث عن العديد من خلال قناة الأهلي والأشبال، العديد من الطلاب الآن يهربون من الجامعات كي يصبحون لاعبين كرة قدم. ما شاء الله المواهب البرازيلية هي الأفضل في العالم، المهارة البرازيلية. إيه اللي بيتعمل داخل الأكاديميات وداخل قطاعات الناشئين علشان نشوف دايما اللاعب البرازيلي بيمتاز دايما بالمهارة، ولا هي فطرة؟ في البرازيل الأمر مختلف بعض الشيء. في آخر السنوات كما ذكرت هي موهبة أكثر منها صناعة، لأن الموهبة في البرازيل والمواهب في البرازيل وعلى شواطئ ساو باولو وكوبا كابانا كثيرون وكثيرون جدا. كما ذكرت أيضا أريد أن أقول أن أكاديمية ريال مدريد تعتبر واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم. العمل في الأكاديميات في البرازيل يشبه العمل في الأكاديميات الأوروبية. ريال مدريد أيضا يهتم بقطاعات الناشئين، لكن نحن لدينا العديد من العوامل التي تقوم عليها الأكاديميات من أجل النجاح. قمنا باكتشاف لاعبين كثيرين مثل روبينيو وكاكا عندما كان في ساو باولو، هم أساطير من البرازيل وخرجوا من البرازيل كتبوا تاريخ عظيم مع فرق أوروبا، ولا أحد يتدخل في عمل الآخر. هنا نظام ونظام مهم جدا من أجل أن يقوم قطاع الناشئين بتغذية جميع القطاعات الأخرى. شايف إزاي المواهب العظيمة في البرازيل اللي أصبحت دلوقتي مصدر دخل لدولة البرازيل وبقت استثمار كبير جدا، شايف الموضوع ده ازاي؟
Sim. بكل تأكيد لو برازيل لوجرا ايسيتو موي جراندي البرازيل تعتبر قوة اقتصادية عظيمة في تصدير اللاعبين، لأن الدولة تقوم بادخار العديد من العوامل المادية والاقتصادية من أجل هؤلاء. أعتقد أننا في البرازيل نستحق هذا، لأن الدولة عرفت الأمر وقضت على وكلاء اللاعبين وقضت على عمليات بيع اللاعبين عن طريق الطرق السوداء، ومن هذا وضعنا نظام كبير في عملية بيع وشراء اللاعبين. كل ذلك يتم عن طريق الاتحاد، وتكون هناك عقود مختلفة لكل لاعب. كل المواهب الذين يلعبون في جميع أنحاء العالم ليست أوروبا فقط تستفيد منهم البرازيل مادية، لأن البرازيل لهم الفضل عليهم. أبرز الأساليب الجديدة بقى في تدريب البراعم والناشئين علشان نشوف المواهب الكبيرة دي، أبرز الأسلوب الجديد المتبع في في في, في تطوير اللعيبة دي. في البرازيل لدينا العديد من الأساليب المختلفة، ويجب أن أكون صريحا، استفدنا من بعض الأكاديميات من أوروبا. الآن نحن نهتم كثيرا بالعوامل البدنية، لأن تعلم اللاعب البرازيل يعتمد كثيرا على المهارة، فتجد اللاعب كبنية جسمانية ليس بالقوي لأنه يعتمد على المهارة والدريبلينج والسكيلز. لكن الأساليب المتبعة في هذه الأيام نهتم دائما باللياقة البدنية، لأن هذا ما ينقص اللاعب البرازيلي. إذا ما تحدثنا عن المواهب، لكن المدافعين لديهم ذلك، ونحن نتبع أسلوب جديد من خلالك أتحدث عنه. أن اللاعبين البرازيليين قد يقومون أيضا بالسفر إلى أوروبا من أجل عمل معايشة والاستفادة من الأكاديميات الأوروبية الأخرى. وإذا كنا الأفضل يجب أن نستمر على هذا المنوال، ويجب أن نتعلم من الآخرين، ليس فقط نحن رقم واحد في العالم من حيث القوة الاقتصادية والمواهب، لكن هذا لا يقلل من أن نذهب إلى أوروبا ونتعلم منهم. وأحدث الأساليب هي الاهتمام بقوة اللاعبين البدنيين وقوة الأشبال، وأقول لك انتظر العديد من المواهب القادمة في الشهور القادمة. سوف نقوم بتصدير أسماء كبيرة وعظيمة لأوروبا ونهتم بهم في هذه الأيام. البرازيل دائما رقم واحد. أخيرا مستر كريستيان، كأس العالم القادمة، هل المنتخب البرازيلي هو المرشح رقم واحد، ولا ممكن في منتخبات أخرى تشارك المنتخب البرازيلي؟ أهم شيء هو شيء أهم كثير. نحن في البرازيل هنا لا نريد أن نفوز فقط، يجب أن نلعب ونقدم أداء عظيم في المونديال. على أي حال، بكل تأكيد نعم، تستطيع البرازيل الفوز بكأس العالم، مع كل الاحترام للمنتخبات القوية مثل ألمانيا والأرجنتين، لكن أعتقد أن البرازيل تستطيع بالفوز، لأن البرازيل فزنا بأربع مرات ثم مرة خمس مرات. نحن لدينا خمسة كأس عالم ونريد زيادة واحد، نستطيع ذلك. بنشكرك شكرا جزيلا مستر كريستيان سيراكيو، بنشكرك شكرا جزيلا ونورتنا على قناة الأهلي. كانت مداخلة مهمة جدا، ودايما زي ما احنا قلنا لحضراتكم متعودين ان احنا دايما نشوف المدارس الأخرى ونتعلم ونشوف أفضل أو أحدث الأساليب في علم التدريب.